يا فم وسماري كانك تسوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برشي يا فم وسماري كانك تسوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري أمبيونس ديما مهبولة هاي شيلة بلا شلة ملمومة علي 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 صوت كل هوني ثقافوت كشافة العنكبوت جوجل جوجل سيسمي بالموري قود والحساب تحت التوت كل سؤال جواب بوم سوجل هاي برشي يا فم وسماري كانك تسوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برشي يا فم وسماري كانك تسوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا هذه حلقة جديدة من راسين كاري من الخمسة للسبعة يا فم راسين كاري سامي بن نور شكرا لوفائكم لينا مرحبا بكم وين ما كنتوا هذه حلقة أخرى من راسين كاري حتى للسبعة معاكم اليوم جروب جديد تسمعونا تشوفون على FM TV مرحبا بكم بملاحظاتكم بنقدكم بشكركم وسورتو نقدكم على الباج فيسبوك لباج FM اليوم جروب جديد لليوم الثلاثة 2 مارس دخلنا في الربيع عنا ثلاثة أيام منذ 28 فيفري والطقس ربيعي بامتياز يلا نحييهم بالواحد بالواحد رقم واحد جميلة الشحي أهلا وسهلا سلم على الناس اللي يسمعوا فينا ويشوفوا فينا الكل أمسية راقية للجميع محلاها أمسية راقية للجميع سيسر ويحكم حبيت تقول رائقة وراقية راقية ورائقة وضامرة أنا نفهمك عرباش تعمل كيف فما واحد حكاية على حاجة وتجاهلك فيها أنا نحبش نحمش أما تبعنا نرجعوا لهذا أنا تعرفني ناخو حقي بيدي ما نستنيش نحبك تاخو حقك بيدي ما نستنيش الميسيون الحقيقة حقي ناخذ بيدي وأدعو كل مرأة أنها تاخو حقها بيدها خاطر راي وجيعة كبيرة وقت اللي تروح بها للدار أي بيان سور وتزيد عليها وجيعة من غدوة على أعتاب يوم العالمي للمرأة ما تخافش يا مدام شد صحيح اي يلا رقم اثنين يرجع لنا ابراهيم الطايف تذكرت خاطر انت جيت البارح شاد نعم ديديكاس فريمون ديديكاس نعم ديديكاس بنت خويا اللي باش تعرس سامدي بروشان مبروك بون مالوغوزمون سميت سليمة الطايف فوالا سوف كو موا انا في حيرة كبيرة برشا قداش عدد المدعوين وهل تحترم البروتوكول الصحي؟ لا البروتوكول مش تحترم خاطر المدعوين هما 13 ما بين خوالها وعمو عائلية في وكيل في شارع محمد خامس لا لا قال عرس في المستير وانا في حيرة كبيرة اسكو يلزمني نكري كار وناخذ رخصة خاطر التنقل نقل ما بين المدن عاد انت لاباس عليك كري طيارة اسكو عندي الحق باش نتنقل ولا ما نحبش نخالف القانون دونك انا في حيرة كبيرة وماذا بيا ماذا بيا يدلوني ويقولوا لي كيفاش باش نعمل باش نتنقل العرس بنت خويا اللي هو نهار 13 مارس هاو كمان عايشك العقبة ليكم عايشك انت زغلت ماذا بيا معناها كأنك في الاكتواليتي باش ما نخالفش القانون تعرف احنا الاكتواليتي ممنوعة ولكن انت تلقى لها طرق اخرى ولكن انا فما تو نحكي لك تو نحكي لك بعد على البرانش مارك اللي صار على ليميسيون خارج بيان سور ميسالش خليني نقول لك حاجة انت تحب تحضر العرس بس ما يلزمك تنتمي لحزب من الاحزاب لا 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 على خاطر الاحزاب مسموح لهم اما المواطنين العاديين تنقل ما بين المدن وكاولا بصراحه انا تبعد نقول لكم اقوى تصريح فيما يخص هذا وين سمعته يلا رقم ثلاثة شادي عرفاوي مرحبا بكم ان شاء الله باش نعديو امسيه حلوه مع بعضنا اما ماما القنبله رميتها راه وين؟ شنو اولا هو ما يقصدش وثانيا كله براءه وثالثا وضحنا وقبيك سورتو افيك سا شوميز بلونش ايوا وجميله في متفاهم الموضوع بوجه ولا احمر ديجا يلا رقم اربعة ناس بن مالك مرحبا مرحبا المستمعين الكل مرحبا المستمعين الكل خاصه اللي يساندوني توا يبعثوا لي في المسانده انا مساند انت مسكين ديما مقهور والناس يبعثوا لك في المسانده البارح مسانده وحنا فريمون قاعدين نظلموا فيك البارح المسانده جات من كندا جمهور كندا اليوم منين بصحه اليوم هاو مازال بدات تحلت توا المسانده والله توا عندنا شاد لي معاك عندنا سيريل المذهب من باريس يبعث لي مسانده
دونك وانا معاك وشادي العرفاوي من من بنوبه يبعث لي دونك يلا مرحبا بكم مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. حاب نفكركم اللي كيف تمشي المنوبه راهو ثنيه ضيقه شويه باش تعرفوا كيفاش تمشيو. قلت لك ما عادش تعمل ترانزيسيون تاع شو نحب نقول لكم اللي صحيح منوبه بلاد شادلي يا ما نمشي نمشي لها ثنيه راهي مسالة صعيبه يزيد 50 ستار وهذاك علاش يلزمكم تسمعوا اي اف ام انفو ترافيك من 5 ل 7 اي اف ام راسين كاري ساجي بنور. رجعنا في راسين كاري شادلي ابراهيم انس وجميلة هما الجروب نتاع اليوم ومدام الهم بن علي اللي تسمعنا ديما وتو في الكهرباء تحب تسلم على رجلها صابر بن علي اللي تحبوا برشا واولادها يوسف يوسف وليس مش في الكهرباء معاها سي صابر معاها بيان سور تسلم عليهم دونك هي تسلم على سي صابر اللي هو معاها في الكهرباء محلاها مرحبا بهم بالديديكاس مرحبا بهم. يلا هذه رياضية تحصلت على عدة ألقاب وطنية في صنف الأصاغر وبطبيعة الحال بدأت منذ سنة 1971 فازت تقريبا برشا ألقاب يعني تناطي مارتينا نافراتيلوفا اختصاص 100 متر سباحة حرة شاركت في المسابقات الدولية انطلاقا من سنة 74 كونت ثنائي مع السباح الراحل علي الغربي انتخبت كثاني أحسن رياضية أفريقية سنة 1975 مريم ميزون عام 78 قررت أنها تعتزل في عمر 20 سنة بالرغم من إحرازها على بطولات تونس 13 الممكنة لعبت في فريق واحد محلي هو الترجي الرياضي التونسي تم انتخابها في اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية سنة 2000 وتسميتها كانت سنة 2004 كحكم دولي من قبل الجامعة الدولية للسباحة. وهي اللي سمت كاتب الدولة للرياضة بعد ثورة كاتب الدولة للرياضة 1 جويلية 2011 ما عادش تريني يظل يطول دونك البطولة الإفريقية للسباحة 4 ميداليات ذهبية ميدالية فضية في 74 بطلت 20 سنة 12 ميدالية في 77 ميدالية ذهبية بديتها عادي وباك الألعاب الإفريقية 8 ميداليات ذهبية البطولة المغربية للسباحة الألعاب الأولمبية بون مشات سيتي با حاجة في النتائج ماهيش كبيرة ولكن اللي عملته سيتادير الاج نتاع 20 عام اعتزلت هي حاجه ممتازه وحاجه اخرى انه الرياضيات اللي برزوا وقتها يفي كمان فما المسؤوليه الرياضيه وفما كذلك الوطنيه فوالا والمسؤوليه الاجتماعيه اونتر غيمي انه طفله تمشي وتشارك في المسابقات وتمشي القلايب فما السيني دابارتونوت تعرف راهو الرياضه النسائيه كانت متطوره اكثر وي. معناها في لي زاني كما سند الغربي بعدها لي زاني 90 الرياضه اي وي مي وي مي انا ما حكيتش لا ابراهيم لا لا مسيسي كمل كمل ابراهيم لا جست حبيت قلت كلمه هذا ديما يرجعنا الى حدثيه المجتمع نتاعنا كيفاش كان اكثر حداثه والكل انه الرياضه النسائيه كانت متطوره اكثر في السبعينيات الثمانينيات والتسعينيات شكرا قلت كلمه قلت وجات بعدها سند الغربي قلت فلت بطله كبيره اي ممكن اللي هي فاتن غطاس هو السبعينات متسمي على ميزوني كان فما سلوى أبا زاد الثمانينات على الفاتن غطاس وسوقت سمير بوشلاغم وعماد بوشلاغم التسعينات على الغربي على الغربي قبلها بعد الاخوه بوشلاغم خاطر يرانيو في الجينيراسيون الصغيره فوالا ومن بعد لا جينيراسيون ومن بعد سي جينيراسيون سند الغربي سند الغربي خلينا نقولوا زاده اللي مع كامل الاسف بالحق الرياضات الفردية مهضوم حقها مهضوم على الاخر على قد ما الانيسياتيف هكا تبدا هكا فردية ويجري وحدهم ويدبروا في السبونسور ويجيبوا في الميداليات وكل الدولة ساعات تلقاها انا نعرف ماهيش في المستوى معاهم وصورت مع دي سبورتيف دي زاتليت كبار معناها مش معناها كبار معناها مشاو لعبوا اولمبية وجابوا ميداليات مش معناها نامبورت كي معناها يطلعوا فوق بوديوم في الجيو والناس تستناهم باش يشاركوا مع ماضي ساعه نتاع الليل وما ساعتين نتاع الليل وبعد تشوف التعامل مع الجامعات نتاعهم معناها تبهت مثلا واحد منهم نحييه يعني اسامه اللي هو في التايكواندو
ميدالية برونزية في ريو 2016 واللي اليوم صراعات مع الجامعة وفعود يلونكادغ الطفل هذايا وبتاتخ بعد زاد اليوم عنا مستقبل واعد كذلك في التايكواندو بتاتر هو يبلون كادغي وينجم يكون معناه حد يحمل لك اللواء متاع الرياضة ذيكا حتى وضعيتهم الاجتماعية زادت تكون صعيبة برشا فما الدولة قبل توا مش قبل ثمانينات وتسعينات وحتى الألفين كانت الرياضة متسمى عندها خيار وطني لانه الرياضه بالنسبه لها نجم شباب وكل شيء والثقافه وعملت سياسه كامله اش عملت مثلا الدوله التونسيه جات في كل شيره شباش قويه وعملت لها اختصاص الشيره ذيك مثلا في سيدي بوزيد العدو مثلا في المكنين والمهديه الهوند في الكابون في حمل غزاز وليبيا الاولي وركزت عليهم باش عطات ابطال وكانت خارج ابطال وفي اخر فتره الثمانينات او التسعينات اش عملت الدوله التونسيه صاله في كل منطقه معناتها سال دو سبور قاعه رياضيه تهز ما بين 1500 و 5000 تقريبا في المناطق الكل اليوم عاد فما فلوس مرصوده للرياضه اليوم الرياضه اذا اليوم مازلنا نشوفوا في رياضيين وينهم القاعات توا ها عامل يتيحوا يقطروا شو وليه وسبحان الله شو وليه تاح السقف نتاعها انت شوف قاعات في تونس وشنو صاير فيها خليك فما تصويره اليوم مثلا الجمهورية. يعني في في في, في الفيسبوك كيفاش واحد من المسؤولين الكاميرونيين في قاعة نتاع المباريات تاع التايكواندو خذا تصاور وقال شوف معناها سال دو سبور في تونس كيفاش الكراسي يعني مسخين بالفضلات على العصافر وغيره بون سي حاجة تحشم اتوكا ما عادش فما فلوس للرياضة حاجة تحشم لا فما فلوس لا ما عادش فما حاجة والله حاجة تحشم فما فلوس اما ماهيش ماشية للرياضة لا مش قلت لك ما عادش فما فلوس ما عادش فما فلوس ماشية للرياضة شنو هي زوز مسلسلات نتفليكس اللي ربحوا ستة جوائز في الجولدن جلوبز اووردز جولدن جلوبز ولا جولدن جلوبز اووردز جولدن جلوبز نهار الاحد نظمت عن بعد الدوره 78 للجولدن جلوبز في بالي مسلسل دو سيري دو سيري ذا كرو ذا كراون ويولي غراب وذا كوينز جامبت لو جو دو لا دام ومن جمله الجوائز اللي تعطاها نلقاو الجائزه من نصيب السيري البريطانيه كما قلنا وذا كراون والجوائز بجلد تقدرها يعني هي. والجوائز هما احسن هو بقطع نظر على كل شيء ذا كراون فريمون حاجه معموله بالقد شويه الجوائز هما احسن سيري دراماتيك احسن ممثل في سيري دراماتيك اللي مثل الدور البرنس شارل جوش اوكنور احسن ممثله في سيري دراماتيك ايما كورين اللي جسد شخصيه ليدي دي احسن دور ثانوي نسائي لجينيان اندرسون في دور مارغريت تاتشر وبالنسبه لي ذا كوينز جامبت اللي واحد زوج جوائز هما ميور ميني سيري واحسن ممثله في ميني سيري من نصيب انيا تايلور جوي. اي عدد قديش كنت في السينما الفيلم نورمال 78 شنو اللي صار دو سبيسيال؟ قلتنا عليه المره الاخرى عن بعد تلفزيون سينما عن بعد لا لا تقيه لحظه شادي يا ولدي في القهوه نحكي كل زوز يحكي مع بعضهم ميكرو راهو ذاك لا قلت له وقتاش لانوي لا لا فرد راديو يا اخي تخدموا ولا كيفاش؟ احنا اي اف ام بي احنا تري شادي سال اسكو علاش ما اعلنوش على قلت هذوما لي جولدن جلوبز فيهم المسلسلات وفيهم كذلك الافلام داير الميور فيلم مش كوا سي نورمالان دير فيلم زوا هذيك لا رياليزاتريس شينوان امريكان مي دوريزين شينوان بالنسبه لي زوسكار فيهم كان سينما كاو فوالا دونك شكرا للتفاعل نتاعكم سيف يقول لي في مستير مثلا لي تيران تاع الباسكيت موجودين لكن معناها ولاو في حاله معناها صعيبه لانه ما فماش اونتروتيان طيب هذا همال باش يمشيو معناتها بالوقت Donc, Houdet, quand il pensait déjà à l'école l'INEPS et vous comprenez l'état total. Ou lycée sportif, qu'est-ce qu'il y a lycée sportif. Merci à vous. Dans la Finlande, il y a un tournoi de l'Allemagne dans le Rami. Tu te nommes tous les ans. Yermi, qu'est-ce qu'il y a Yermi Martou. اسمها خيبه العاف معناها كل جمعه عركه نحن توا يلزمنا وبعد يخرج لنا لبرا يقول لنا علاش هكاك تتكلموا علاش تقولوا وبعد يلعب فيها دور الضحيه قال لي لو 11 مارس باش نعيط لك على محاضره على العنف ضد المراه ويقول يرمي ماتك مانيش
اسمعني مانيش جاي. ما تجيش. مانيش جاي. ما ندافع عليه توا قلت يزي. توا ما ندافعش عليه. لا هي حاجه خايبه يلزمنا ندينوها. انا خاطر ضد الاعتداء والعنف اللفظي ولا المادي على المرأة. دي زي حاجه خايبه. ما شنو معناها ترمي مرتك؟ ايش معناتها ترمي؟ يرمي ونسيهم اللطف. انت تحكي على قضايا شفتها كمحامي مثلا. لا 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 هذه تفدليك فما بالرسمي فما مسابقه. لا لا مسابقه يهز مرته ويجري بها في الهند هذا شفتها. لا لا في اوروبا. لا لا, لا, لا حتى في الهند زاده. اي اي يجري بها اما ما يرميهاش ويحبوا بعضهم راهو. اي سيختو المحبه احنا مع الحب. يلا ابراهيم صنعك يا ربي. ابراهيم يظل ابراهيم جاي في فنلندا فما بطولة العالم في الرمية يرميو كيسين كيسين لا صحنا فلفل بر العبيد تفيقت وحاجة أخرى فلفل بر العبيد فلفل بر العبيد شنو حاجة يومية؟ ها يومية ديجا قدامك هي طب يرميو لي بورتابل وي وي والله باهي لي بورتابل باهي اربي ترى اربي السبعه ملايين اللي شاتوا من الماركه الوطنيه. الماركه الوطنيه نتاعهم لا بيردو بوكو دو واحد. من اكثر السبور انسوليد في الدنيا بطوله رمي الهاتف الجوال تعتبر رياضه اصلها فنلندا بدايه من سنه 2000 ولا ينظموا بطوله العالم اللي رمي الهاتف الجوال كل عام في فنلندا في اخر شهر اوت. فبلدان كما سويسرا والمانيا ينظموا بطولات في نفس الرياضه اما يعملوا دي كومبيتيسيون ناسيونال. إذا اللي قلقوا المتسابقين يتقسموا في 3 كاتيجوري. الكاتيجوري الأولى تتسمى لونسي فوق الكتف اللي يتحدد فيها الرابح بالمسافة اللي عملها التليفون كيرمي الرمح. الكاتيجوري الثانية فري ستايل وين المعايير هما الكرياتيفيتي والاستيتيك. الثالثة هي جونيور اللي عمرهم أقل من 12 سنة. الرقم القياسي حقه الفنلندي إيري كالجنين وين رمى التليفون عن بعد 3 كيلومتر. كيلومتر كيلومتر 120 متر 100 متر 100 و 100 متر فاصل 100 متر كمان صعيب راه 100 متر صعيب 100 متر بعيد. اخر حاجه رميتها شنو ابراهيم؟ هو بذكركم في الميزان شويه في البورتابل. قداش الميزان البورتابل حسب رايك؟ 120 غرام 110 120 حاجه كي ولاو 220 شنو انواع لي بورتابل سا ديبون ضامره شو ولاو ارزن توا ولاو 220 مع 110 اخر حاجه رميت رميت حملي على الله اخر حاجه يا ربي سامحني يا ربي اخر حاجه رسمي بالنور انا اخر حاجه نعرفها انا شنو نزلت ما رميتهاش انا رميت حملي على العالي ربي وقلت له يا ربي انت يا ربي عالي حاجه رميتها سناره باش نصطاد في الماء العكر بالحق ماذا بيك تصطاد في البحر على الماء العكر ها ها وخذ من الماء العكر اخر حاجه جميله رميتها سامحوني بالحق للناس اللي ديما يهبطوا حاشاكم لي بوبيل اخر حاجه رميتها مش بالغزول برك عرفتك القطاطس الكل مساكن تنطروا مدام طيبه حوت شنو رميت واحده رميت بوبيل بالغش معناها هكا كل مره الحره نبدا هذا بوبيل اي ما رميتهاش من باركو لا لا سافا با والله خاطر اما قبل باغ كونتر على ذكر لي بورتابل كنت كي نتنرفز كسر على الحيط محليها العنف ضد الهاتف الجوال اما محليها بالحق خاطر وقتها يلزمك تتخرج اما ما نحكي لكش على الدم بعد اي شنو اكثر بلاد تستعمل الفيبر اوبتيك في برومانيا اليابان اليابان بربي لحظة نقول ملاحظة آمنة قتلي في ما يخص حلقة البارحة ذكرتم أن قصيدة الساحرة هي بنور سمادح لا أنا غلطت بنور الدين صمود ولكني صلحت بعد وقلت اللي هي جعفر ماجد للشاعر المرحوم جعفر ماجد باهي في بروبتيك اليابان أنا قلت اليابان الصين قطر كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية حسب آخر دراسة قامت بها لوسي دي اللي يحسبوا نسبة استعمال الفيبروبتيك من التوتال نتاع لي كونيكسيون الكل في كل بلاد ابراهيم حال تليفونه قاعدين يبعثوا له في الإجابات لا لا ما تصورش لا ولا لا ولقاو اللي كوريا الجنوبية 83.9% من لي كونيكسيون يصيروا بالفيبروبتيك التوب 10 فيه
أهم بلدان العالم اللي هما بريطانيا، قبلها ألمانيا وإيطاليا، الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، إسبانيا، السويد، اليابان، كوريا الجنوبية. كلهم دول شقيقة. شرف صراحة. كلهم ترتيب. كلهم دول شقيقة. صراحة ترتيب. وكلهم باليمن، كلهم بالفيزا المشكلة. كلها. أخت اليابان. أخت اليابان. اليابان صديقة وشقيقة. شكون قال؟ en toute chose l'on ne reçoit qu'en raison de ce que l'on donne. في كل شيء لا نأخذ إلا بفضل ما نعطي. مفكر في نانسي عبد المعطي. مش خايب في كل شيء معناه ما ناخذه إلا الحاجات en contrepartie اللي اللي شانج اللي تترجم في لغتنا افرش تلقى ما تغطي. ولا اللي والله مش ديما مانيش معاها المقولة جملة اعمل الخير ديما تلقى الخير. ايوه وانا سلمني نضيف وسلمك نضيف يا ربي. طيب مانيش يا ربي حلي مش باش ندني اسكو اللغه الاصليه نتاعها الفرنسيه ما هو مولاه اصلي مصري يقول في فلوس في بضاعه فلوس. كوريا الجنوبيه من غير فيزا قالت لك فاديه. لا كوريا من غير فيزا. اي فوالا ميرسي فاديه. اي كوريا الجنوبيه واليابان. كوريا واليابان من غير فيزا. حتى الشماليه من غير فيزا. شماليه اما الفيزا نتاعها غاليه اذا كنت تبعث ميل شماليه تدخل ما تخرجش. انا قلت ادغار موران الفيلسوف الفرنسي ادغار موران. سامحني اونتر بارونتيز اقوى حاجه شفتها في ريبورتاج انه سائحه فرنسيه كم كوهي جورناليست باش يعملوا في حاجه على كوريا الشماليه قالت له نحب نبعث ميل قال هاي باهي اوكي قال هاي هات الميل قال هذا نبعثه لك قالت له وجاوبك 24 ساعه بعد الله الله اي من هو؟ شاعر كاتب فيلسوف هو كاتب فرنسي عاش ما بين 1799 و 1850 بلزاك لا. هو اونوري دو بالزاك واو 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 يا ودي بالزاك جان بالزاك راهو يعبر راهو خاطر قاري الادب الفرنسي عامل عليه طلع فهمتني هذاك علاش قوي في الفرونسي انا جاد لي جيم سو كوتي فيك ما فهمتش الشاتر ولا انا قلت فوق علي اما بالزاك قريت له انا عدات وكل شيء في بالي باش نقول ابولينير لا من اشهر الروائيين الفرنسيين روائي معروف اللي خلاه اثار مكتوبه باكثر من 90 روايه وقصه تجمعوا في كتاب لا كوميدي هيومان كتب روايات فلسفيه كيما لو شيف دوفر انكونو في الفانتازيا لا بو دو شاغران في الشعر وغيره معناه ابدع في في, في, في الرياليزم خدم كصحفي في الفيغارو وغيرهم برشا سبق انه سالنا على ادمانه على القهوه يموت على القهوه وين كان يشرب بمعدل 50 قهوه في النهار لانه مدمن على الكتابه وما يحبش يرقد ومصادر تقول ان القهوه هي اللي سببت له في مشاكل صحيه عنده برشا اقوال تحسهم صالحين لكل زمان ومكان اما القهوه ما كانتش اكسبريس يا مدام جميله كنت مالا ديريكت فلتر فلتر هو كان على البقراج الكبير البخر جوي يا ما بزاك لا فاسير بارزاك لا فانسي وي لا فانسي لا فانسي تكتب مشكا سي قالك ما نعرفش لعل واحد يغلط ولا حاجه جيسبر دو السؤال الموالي السؤال الموالي خليه ليه لازم نصلح له بالزاك انت ريتني كيفاش كتبتها اي على فرنسي وانا انا توا اليوم باش نكتب بالزاك بالكولون او او هاك ولا بالكا في فرنسا بالكا يعني في فرنسا لا اخطر هي تقول في فرنسا ما متاثر بمشاعر بالاك بالاك على فانكا انا محضر لك سؤال على بالاك وبوه قراه في البريفي لا يرحمه لا ولا لا 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 كان كان لاباس عليه عموما دونك امبوسيبل يكتب بالزاك بالكا لا لا فهمش انا اكبر منك وقريت بريفي نجمة شنيا نوع الوتلة اللي متوقع باش يتحلوا الأول منهم في 2024 تحت الماء نوعية معينة من النزل باش تحل دي سي 2024 إن شاء الله تحت الماء مارس أن أوتيل سباسيال أوتيل في الفضاء مال علاش بعثوا كلمة سمير الفضاء فما شركة سباسيال اكسيون سبيس انكلوزف هذه انكلوزف ولا اللي تأسست 2016 تهز ماكلتك معاك دومي بونسيون ولا انكلوزف ولا تهز شريكتك تخرج من الاوتيل واخذي البر ليا كان الالمان يجيبوه مش الالمان برشا الروس يجيب معاك عبور جبن وواحده باقيتك الكحله الكبيره هذيك تشد شهر ما يصرف شيء في الاوتيل وفما زاد اللي ياخذ اوتيل زعما كم كوا دومي بونسيون ولا بونسيون كومبليت
ياكل كعبتين ياخذ خمسه، ياخذ ياكل زوز كعبات كرواسون ياكل 70. يا ولدي صدقني ما يصرفوا كان العريبه راهو، خلينا شنو ويطلع احترامنا يعني شفناهم راهو بعينينا راهو يمشي عبي دبو زماء يطلعها لبيته. شكون هذا؟ فما كان العرب يصرفوا خاطر يحبوا تمخميخ والجو والشيخات. اي نفرح بيك فما شنو العرب تحب تقول التوانسه؟ التوانسه تونس اللي هما مش عرب يا ودي انا مره عامل طاوله سعرها بعدها المانيا. لا من غير ما نعمو بيان سور ما نعموش ما نعموش طبعا ما نعموش. ايش نقول لك الكلنا نعرفوا احنا الطبقه السياحيه اللي تجينا من النوع ماهيش ماهيش الطبقه فوالا ما كانتش هكا اي ماهيش اوت كام معناها لا قبل شو لو توريزم دو ماس قبل لا لا قبل كان توريزم دو ماس يجيو الالمان يجيو لا يجيو السويس يجيو البلج يجيو الفرنسي السويدوا هذوما حتى شي التسعينات كانوا يجيو هاك توا ما عادش يخرجوا يسهروا في الوتلة وفي وسط البلاد توا ما عادش توا يجي توريست يقعد في الوتيل نتاعو ياكل ويشرب جماعة يعوم في البحر وفي البيسين حتى روح. حتى بورتيكلي فيها شاشية ما يشريهاش توا أنت ما يخرجش من الوتيل 500 غو يجي عادي جماعتين إي كومبخي البي دافيون يبدا مش عاجبه الشيء السياحة وإحنا بجنبه ومخلصين أكثر منه نعم أكثر منه الدوبل والتريبل. نعطيكم معلومة ماهيش تخي جويوز انه تعرفوا انه في الصيف ان شاء الله معنا الموسم السياحي الصيفي فما حرفاء التقليديين لتونس اليوم الالمان والفرنسيس وطلين وغيره القدماء التقليديين التقليديين من سنوات اليوم ليه الروس اكثر ماتوا في الكورونا التقليديين ماتوا في الكورونا دوك مشي الله يرحمه باهي برا كمل يكمل الواحد نتاعك بغير ذكر جنسيه تقليديين 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 فما كان السويس وفما الالمان وغيره قبل اشو قبل وصلنا عملنا في العام اكثر من مليون سائح الماني تصور الماني برك مليون تسمى مارشي تقليدي ذا والفرنسيس زاده توا الالمان نقصوا برشا نعملوا في 200,000 باهي نسيت المعلومه شنو باش نقولها كنت باش تعطينا خبر خايب خبر خايب هذاك علينا نسيت شنو هذا؟ أنه اليوم في القائمة متاع الحرفاء ذوما التقليديين من البلدان تونس ماهيش موجودة في الوجهة اللي هما يحبوا يمشيوا لها في الصيف وين يحبوا يمشيوا إن شاء الله خير؟ المغرب علاش؟ على خاطر غياب التلقيح واحد من الأسباب الرئيسية إي صحيح لا اليوم فما المغرب فما اليونان فما تركيا فما غيره مصر مصر تو يمشيوا لمصر هذاك علاش كل شيء عنده علاقة طبعا كل شيء عنده علاقة بالمنظومة الاقتصادية طبعا كل شيء مربوط في بعضه كل شيء مربوط في بعضه وهذاك علاش يلزمهم يشجعوا السياحة الداخلية زاد وصلنا حتى الداخلية بالفاكسان اليوم باش تدخل لوتيل يقول لك جيب غمان تون باسبور دو 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 فاكسان وصلنا في التسعينات اخر التسعينات رقم من عملناه اوموا وقتها المانيا على خمسه زار مره في حياته اوموا تونس أي. مره في حياته زار تونس اوموا اللي هما وقتها 60 توا نباعوا زادوا شهر ديما نرجعوا لك التيوري اما السياحه ذرها الانكلوزف هاك التيوري ذرها مش الانكلوزف برك شد لي برشا برشا اول انكلوزف باهي هذيك لا فيدريزاسيون هي ديما تتكلف ارخص الفيدريزاسيون تتكلف ارخص من الركروتمون اكزاكتومون بيان سور هذاك باتريمون نتاعك تحافظ عليه باهي دونك احنا مشينا من السؤال هما مشاو انا هاني رجعت باهي فما شركه سباسيال تاسست 2016 من المديرين اللي خدموا فيها معناها في الناسا كان اعلن عن نيتهم ان يحلوا اول نزل في الفضاء من هنا 2024 ناويين من يحلوا من هنا ل 22 اول ستاسيون سباسيال كوميرسيال في العالم واللي باش يبداو السياح يقبلوا عليها الستاسيون هذه باش تكون اول ستاسيون سباسيال بريفي تقترح دي فول ليبر والاركيتكت اندستريال المسؤول عن المشروع هذا هو فرنسي دونك الناس خموا ديجا باش يعملوا سياحه في الفضاء معناها دون 3 ans راهو هنا معناها اليوم اما الشيشه ممنوعه يحب معناها يبدا الشيشه تو ممنوعه حتى في القهوه في تونس في تونس شكون اللاعب؟ انت تعمل رحله للفضاء انت كان عندك امكانيات الحق لا 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 ليه ليه؟ علاش ليه؟ علاش لا؟ كان عندك امكانيات انا كان عندي امكانيات نعمل جوله حول العالم تمشي نمشي والله نمشي بالحق والله بلدان نحب نمشي لها نحب نزور اكثر بوركو با اي اي بوغ دي زور زعما اللي باش نلقاه غادي لا انا ما نمشي اخطر من اللي قاعدين نعيشوا فيها احنا لا ما نحبش نمشي اي لاعب كرة قدم سجل 23 هدف في مباراة واحدة ها سكيلاتشي
23 هدف في مباراة واحدة. يلا انت يا بطل الرياضة. أيوة. مش بطل الرياضة. ايوه وينك يا وديع؟ هو اسمه وديع. العب يا وديع. في مقابلة في البرازيل هذي. بصراحة انت كتجاوب على سؤال بجمع الكميتي انا سميك برافو. بيه برافو. مش كيما نهار اللي وعلنا لكم ولا كيما اليوم كنت نسجل وجايكم بالسورية البيضة بتاع التسجيل. قداش علاش علاقة؟ ما يلزمك يتسجل خالك اللي ما جاوبش انا اسمه شو نقولوا جيبوا له بديع. قداش من هدف يلعب وحده صهيب؟ 23 هدف في مباراة واحدة. مباراة في البرازيل. هوند ولا فوت صح. حقق برشا اهداف في مسيرته المحترفة، اما 23 هدف في مباراة واحدة نحكيوا عليهم وقت كان هو في الجونيور. لاعب كبير كبير كبير. سوكراتيس. ابراهيموفيتش. ان غران باركور معناها. بوكا جونيور. ان غران باركور. فكر مرة في جونيور فوزي رويسي ماركة 9 في بارتي. زيدان. نعرفها في تونس. حتى فوزي رويسي كان لاعب كبير. 9 في ماتش برش. وحنا هنا لكن هنا نحكيو على مستوى دولي. رونالدينو. هو رونالدينو. هذا كبير قاعد قداش بس كبير رونالدو رونالديني في الكوب رونالدينو من مواليد 1980 رونالدينو بلاوشو برازيلي فوالا دونك بطل العالم 2002 مع المنتخب البرازيلي يعتبر من اهم لاعبي كره القدم لعب مع برشا انديا 2001 2003 بي اس جي 2003 2008 برشلون 2008 2011 اس ميلان بعده سير فلامينكو وبعد مشى يعني ال بي اس جي لعب اي لعب بي اس جي اول اكيب في الاوروبا فما شكون يقول لك ابراهيم كانه وقت اللي عمره 13 سنه حطينا هكا كان يلعب مع غريميو غريميو بدا من غريميو في 93 وقتها اسمه تجبد اول مره في الصحافه على خاطره ابهر الناس الكل كي سجل 23 هدف في مباراه واحده المباراه وفات 23 مقابل صفر. هو الريكروتمون من البي جي فما مثال يوم فويس سبيسيال عملت ريبورتاج على لاعب واعد صغير رونالدينو ورونالدينو وقوش وكل شيء دونك بي جي تشجعت باش خذته فهمتني وكان انا بالنسبه لي انا رونالدينو قوش كان ما كانش متسايب في حياته مش ما نقولش كلمه اخرى شو معناه متسايب؟ معناه كان ما فماش ليله ما يسهرش فيها رونالدينو اي ما كانش يلعب ما يلعبش يسهر يمين رونالدينو قاوشو كان جير عدى خاطر عدى خمس سنين كانش منظم معاه عدى اربع سنين يمكن التوب بتاع كاريره كان عداهم ما كانش مسايب هاو كان مسايب كان مسايب قلت كان ما جاش مسايب راهو من اقوى جوهرات في العالم باش نعطيكم معلومه خوه الكبير كان مش يلعب في الاسبيرونس اسيس عنده خو اسمه اسيل ولا بعض المناجير نتاعو واللي تشدوا مع بعضهم في القضيه هذيك نتاع الباسبورات وقتها جا تونس كان باش يلعب مع الاسبيرونس ومن بعد بدات الحكايه لا صارت مشكله نتاع فلوس اجونت كلف هذا قبل ما يجي رونالدينو قاوشو هذا سيتي 99 98 حاجه يلا نرجع لكم بعد شويه ولكن قبل هذا يفهم فوترا فيك معينا رجعنا في راسين كاري مرحبا بكم وين ما كنتوا توا ستة غير درجين بربي ميسالش جاكم سلام من عند حمودة بن حسين الممثل الجميل اي تحياتنا ليه قال لي باس لو بونجور ا توت ليكيب محلاكم دونك ميرسي حمودة برشا ناس يسمعونا ونحب نحييهم نحب نحيي الدكتورة ناديه ديما تسمعنا نحب نحيي سي حمادي ديما يسمعنا برشا ناس اوفياء راسين كاري وهذا حاجه تشرفنا طبعا انكم تسمعونا وتنقدونا وتعطيونا رايكم وتفاعلكم من هذا احنا نجم نقدمه في نهايه بلاد افريقيه نلقاو منطقه تسمى مصب النفايات الالكترونيه الاوروبيه ايش تونس لا هذا ما عشناها احنا الحاله شنو ماهيش تونس احنا لا الحمد لله ماناش مصب النفايات الالكترونيه مصب النفايات نتاع الكورونا اي الحمد لله النفايات المنزليه وغيره نتاع الكورونا اي رومانيا افريقيه 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 من اكثر المناطق تلوثا في العالم مصب نفايات نلقاو فيه كل انواع النفايات الالكترونيه ديزورديناتور تلافز ماتريال انفورماتيك من بلدان المتقدمة واللي كان جات متقدمة بالحق راهي تخلي عندها موريتانيا المنطقة هذه تتسمى لا بوبيل الكترونيك دو لوروب الهند ليه قال لك في الافريق يا شيخ ماما افريكا جابيو الخابيو نيجيريا نواكشوت للاسف هي ما تبعد كان بعض الدقائق على العاصمة المنطقة ذي بتاع البلاد هذه واكثر منطقة مسكونة
موريتانيا البلدان الأوروبية تبعت النفايات الإلكترونية متاحة غادي ونت محرقة حاجة ذي تسبب في كارثة طبيعية في البلاد وين ولاو ما يشموا كان ريحة البلاستيك المحروق بخلاف الأصوات المرتفعة بتاع الماكينات المستعملة لتدمير الأجهزة هذه. المصب هذا فيه ناس تخدم عنده 10 سنين. الاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر لل الفضلات الإلكترونية بطريقة غير قانونية للبلاد هذية عربية عربية لا غينيا. وقت اللي القانون واضح نيجيريا اثيوبيا غانا هي غانا هي غانا سي مالوغو والله من 89 فما اتفاقية هاي تصاور على الباش فيسبوك يا فام اسمها لا كونفنسيون دو بال اللي تمنع تصدير النفايات الإلكترونية لأي بلاد معناها تيوريكمون تصدير بتاع النفايات هذه الغانا غير قانوني اكيد بحضة اكرا معناها بحضة اكرا ها مخترة برشا معناها فريمون سي بيانسيغ تلقى فيها صغار كل شيء ما بيانسيغ تلقى فيها اللي يشوفوا ويبربشوا ويلوجوا ويلقاو حاجات صالحه يبيعوها لانه بلاد افريقيه تلقى تعزم زاد تخدم يما تلقى انه معناتها جينيراسيون قديمه يطيشوا شكون البلدان؟ الاوروبي الاتحاد الاوروبي كل راي فرنسا والمانيا وايطاليا وسويسرا الاتحاد الاوروبي عامل اتفاقيه على يعني البيئه ودرا شنو وميم تو يبعث يعني بارادوكس كبير ياسر يعني شنو بارادوكس كبير يعني كفو كعبه حلوه ان توكا النفايات الالكترونيه مخترة راي هذيك شوك وزاد كيفاش تولي اخطر باش انا تتحرق تتحرق وذاك شو يعني تعمل كوارث تعمل كوارث في البيئه هذيك فما راسك كيفاش يرسكلو فما هذا الكل pour éviter le recyclage اللي يتكلف برشا فلوس دونك هما يباي يلو برسك ان تيران باش يبزوا فيه النفايات نتاع المواد الكيميائيه والنوويه زاد طبعا هذاك خطر خطيرات تمشي اي ان توكا حاله الكرمات في العالم يعني في العالم الحاله في الصحاري نتاع فما برشا الكيل بمكيالين يعني من هنا لي زوان جي نتاع الدول المتقدمه بون نتاعها صديق اللي هي منها لي بايغ دو فون اي تو يحاولوا انه يدافعوا على البيئه والمحيط والكوكب وغيره وفي نفس الوقت يعني تحت الطاوله ذاك جو بونس كي يعني يفو ميو سادريسي للي بي دوريجين انه يتوعاوا باش ما يصدروش النفايات هذيا وزاد هذاك التحرر الاقتصادي مهم جدا انك تكون متحرر من احنا في تونس عندنا مشكله راهو تاع راسكلة النفايات نتاعنا اكيد عندنا مشكله كبيره ياسر بيئيه في جربه قعدت في العجيلي قريب تعام سواء في العجيلي سواء زاد بلاستيك مش بلاستيك المواد الخطيره اللي يطيشوها الكلينيكات المستشفيات المستشفيات راهو تفرجت في ميسيون يعني في كارثه شيء غريب أي. يعني ما عندناش ماكينات تراسكل الشيء هذا وما نعرفش وين ماشيه الامور. المسكوت عنه. وكيما تشوف هذا زاد تشوف المعامل مثلا في جهات عديده ومنها الوطن القبلي مثلا المعامل اللي تصب نفاياتها ديريكتومون حتى في الجنوب شفنا المشكله جابس. في جابس في 30% ولا 40% حتى ضواحي العاصمه الجنوبيه. كونسير دو بو ولا كونسير دو بومون ولا كل مره واحد مساكن. وزاد تلقى دوله ديجا هي فقيره وشعبها ما يخدمش وشعبها يستنى في فلوس البوتاسيوم واليورانيوم والدياموند شوف شو يعمل شو الدوله ذي شو يعمل فيهم اي دوله اكس فهمتني ما خاطر البوتاسيوم واليورانيوم والديامون ظهر شكون اللي هو اللي هو معناتها انا شو دي اكس بلدان افريقيه اي افريقيه ولا اللي هو ولا ملح ولا اللي هو فبتبيع شنو باش يعملوا باعوا ما عادش عندهم ما يبيعوا فلوس خدمه ما يخدموش فلوس ما عندهمش مهارة طبيعيه ما عندهمش يستناو في رحمه ربي بتبيع باش يدخلوا فلوس يستوردوا في الموت باش يوليوا يستوردوا في الموت باش ينجموا ياكلوا الشعب هو يدفع الفاتوره فينا الموت بتبيع كيبدا عندك بربي والله البارح سمعتكم تحكيوا على لي كومبليمون لي كومبليمون ولي كومبليمون فوالا انت مع الكومبليمون ولا الكومبليمون وبعد انت حكيت على جورني نتاع لي كومبليمون تاع الكومبليمون حبيت نقول لك اللي الكومبليمون ينجم هو بيدو يكون كومبليمون ان كومبليمون دو بونور برافو جميله كارك حاضر البارح مالكم تحكيوا انا حاسس جميله في الدار عرفتك طابل دو مونتاج ليلي منتج في الحلقه ليلي اسمع ولا كي نبدا ما عجبتنيش اجا نقول لك كي نبدا باش ندخل فيها غدوه خليني عاد جميله غدوة نتدخل نعاود بحاجة باهية هذايا ما جبدنيش هذايا لا شتيت نقولها اللي أمان يا أخي بواحد يعمل لك كومبليمون هكا ماهوش غذاء زاد للروح وللبيت للروح غذاء أحسن كومبليمون جاي شنو
دينار بحيات كومبليمون دينار لا احسن كومبليمون جايبني يا مجامله معناها شنو يحصل ديما المجاملات فما مجامله جاتني من عندك انت انا ما نجاملكش وقتاش تقول لي لا تحفز فيا لا مش مجامله هذيك كي يقول لك مثلا تجاوب بالكدا في المسرح ولا مشيت لك المسرحيه وعجبتني مش مجامله انا ماني مش اختصاصي صحافه وكذا ساعات وين الروبريك بتاعك تعطيني حاجات هاي المجاملات هاي وابش يبدلك مثلا اول درس قريته عن سامي ما نسالوش على الترالي جاي في وقته ونسالوا على الترالي جاي والله كومبليمون استاذ ابراهيم الطيب عشت دي زاني دو 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 كومبليمون دو كومبليمون دو جلواغ خاطر انا شعري شيف غري معناها ملي عمري 30 سنه سالي بواف سالي بواف ريشارجي دونك هذيك لا بالحق سنوات تو اللي شايب بالقدام على شاب اما قبل كان بالنسبه لي انا سي ان كون ان كون كومبليمون كي كبرت قلت بون جو بريفير افوار لي شوفو ان بو بلو نوار تو موهر فرير شنو كومبليمون شنو الكومبليمون موهر فرير يقولوا لي موهر صاحبي موهر وانت يا ستوب سويتك البيضاء ما نعرفش انا والله هو كومبليمون ولا حقيقه مره يعني مره الحقيقه هو سامي ما يرقدش سامي ما يرقدش الا ما يقرا درا قداش من كومونتير يقولوا له يعطيك الصحه مؤهر ما احلاه ما احلاك انت والمهدا ما احلى ليميسيون غلط وكيك نني خليه خليه ماهوش صحيح يا شد ماهوش صحيح يا شد انا حاضر على اقوى كومبليمون وما ريتو يهبط روحه بالكوستيوم لك يغزل الافق للافق ما تحطلوش مؤهر صاحبي سامي غدوه ما يكلمنيش من غدوه يكحر لك يا ولد لان مره احنا في الراديو وفما سياسي كبير في تونس جاء وقال له هو ما يحبش السياسه هذا في تونس غير منه ما فهمتش عليه ولا ما يحبش برامجه خلينا نقول فهمتني يا اخي مش مقتنع بيه مش يعني مقتنع بافكار حريتي يعني يا اخي هو اللي هو مش مقتنع سي سامي بافكار السياسي هذا قالوا راني معجب بيك قالوا راني معجب بيك برشا فلقيت السياسي هذا ما لقيت ما نجاوب ما لقاو ما يجاوبوا انت ما تعرفش سامي كي يدخل على مجموعه مثلا فيهم واحد ما يتعدلوش قام الميكرو 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 ديما موجوده دوبل عملها يعمل راستين ويكفي ويسكت ما عنديش برشا علاقه بالبرامج السياسيه باغ كونتر احسن كومبليمون وقت اللي تخلص برافو جميل معك في هذا حبيب طمنها معك في هذا خلنا نتفقدوا معك في هذا للتوانسه كلها اي طبعا يلا هذه ايناس في ميتيو وبعد اخبار واخبار الرياضه ما تبعدوش نرجعوا في ساعتنا الثانيه